بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنحل مشكلة بتواجه بعض الناس، وهي سماعة واحدة بس من الايربودز هي اللي شغالة والتانية مش شغالة. المشكلة دي لها أكتر من سبب، وأنا جايب لكم النهاردة أربع طرق هيحل لكم المشكلة دي نهائيا، بحيث تكون خارج من الفيديو ده وتكون مشغل السماعتين مرة تانية كأنك لسه شاري سماعة جديدة. ولكن يا ريت في بداية الفيديو ما تبخلش علينا باللايك وبالاشتراك في القناة، ويلا بينا. مبدئيا أول طريقة هنعملها، هنبدأ نشيل السماعات من البوكس ونحطهم على جنب بالشكل ده، وبعد كده هنبدأ نقفل البوكس ونوصله على الشاحن لمدة 3 ساعات. بعد كده هنفصل البوكس من على الشاحن، وبعد كده هنبدأ نحط السماعات تاني في البوكس لمدة 2 ساعة، بحيث بطارية البوكس تشحن البطاريات اللي موجودة في السماعات. وبعد 2 ساعة هنبدأ نستخدم السماعات نشوفهم اشتغلوا معانا ولا لا. في بعض الناس هتشتغل معاهم الطريقة دي وناس تانية لا. بعد كده هنيجي بقى للطريقة التانية يا شباب، وهي اننا هنعمل ضبط مصنع للايربودز. ناس هتستغرب، هي الايربودز بيتعمل لها ضبط مصنع؟ والطريقة سهلة كمان. هنبدأ نحط بقى السماعات في البوكس بتاعنا، بعد كده هنقفل البوكس، هننتظر لحد ما اللمبة الخضراء تطفي معانا. هي طفت، هنبدأ بقى نفتح الغطاء وهندوس على الزرار اللي موجود في ظهر الايربودز، هنضغط عليه ضغطة طويلة. اللون الاخضر ده هيطفي وهيتحول للون الابيض زي ما حضراتكم شايفين. ناس كتير هتستغرب اللون ده لان اول مره يشوفوه، عشان كده احنا بنعمل ضبط مصنع. اول ما اللون الابيض يطفي وبعد كده يقيد باللون الاحمر بالشكل ده ويقعد يقيد ويطفي ورا بعض، بعد كده هنشيل صابعنا من على الزرار، اللون الاخضر هيرجع ويشتغل من اول وجديد. كده احنا عملنا ضبط مصنع للسماعات، وحتى لو جينا نوصلها بالموبايل دلوقتي هيطلب مننا اقتران من اول وجديد، لان يعتبر احنا لسه بنستخدم السماعه لاول مره ولسه مش متعرفه على الموبايل بتاعنا. بعد كده هنبدأ بقى نوصل السماعات على الموبايل بتاعنا ونشوف هل السماعتين اشتغلوا معانا ولا لا. طيب لو الطريقة دي كمان ما نفعتش معاك، هنلجأ بقى للطريقة الثالثة، وهي اننا هنشيل السماعات كده بالشكل ده من الايربودز، وبعد كده نبدأ نبص على مكان السماعات ونبدأ نشوف هل في اي اتربة جوه او اي حاجة منع عملية الشحن، لان ممكن تكون السماعة اللي مش عايزة تشتغل دي لان مش واصل لها شحن اصلا. فنبدأ نشوف لو في اي رواسب ولا حاجة جوه ممكن نشيلها، مثلا باي حاجة، بخلة سنان او باي حاجة رفيعة، او يا اما لو في اتربة في الحالة دي بقى نبدأ نجيب بخاخة كحول ونبدأ نرش في المكانين. حتى لو سماعة واحدة هي اللي مش شغالة مش مشكلة، زيادة نظافة برضو في الايربودز. بعد ما نرش الكحول هنسيب السماعة لمدة ربع ساعة، وبعد كده هنبدأ نجيب قطعة من القطن، وبعد كده نبدأ ننشف مكان الكحول، وبعد كده نبدأ نركب السماعات مرة تانية ونشوف هل السماعة هتبدأ تقبل شحن. نسيب السماعة لمدة 2 ساعة مثلا على الشحن لحد ما نضمن مدة الشحن الكاملة للسماعات ونبدأ نشوف السماعات. وفي الطريقة التالتة دي لو برضو السماعة اللي مش شغالة دي ما اشتغلتش معاك بعد الطرق اللي احنا عملناهم، نبدأ بقى نشوف السماعة اللي مش شغالة دي هل كفاءتها كانت بتقل في الفترة الأخيرة. يعني مثلا لما انت اشتريت السماعة كانت السماعة ممكن تقعد معاك 6 ساعات شغالة متواصل من غير ما تفصل خالص، وفي الفترة الأخيرة بدأت المدة دي تقل، بقت 5 ساعات و4 ساعات و3 ساعات لحد ما بقت تقعد نص ساعة وتفصل. في الحالة دي يبقى دي مشكلة البطارية اللي موجودة في السماعة ذات نفسها، لأن السماعة بيكون فيها بطارية صغيرة موجودة فيها، مع الوقت البطارية ديت بتكون استهلكت وبتكون عايزة تتغير. في الحالة دي ممكن تروح لأي محل موبايلات فيه صيانة، أو مثلا بورصة المحمول اللي موجودة في المنطقة عندك، وتبدأ تغير البطارية اللي داخل السماعة. وبعد ما تغير البطارية السماعتين هيرجعوا يشتغلوا معاك بكامل كفاءتهم كأنك لسه شاري الايربودز جديد. بس وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتم بفيديو النهاردة، ولو عندكم أي سؤال أو أي استفسار تقدروا تكتبوه في التعليقات وإن شاء الله هرد عليكم على طول، وأشوفكم على خير إن شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة.